بالعكس احنا هذه اجمل مقدمه سيد علي. اليوم مثل ما وعدنا جمهورنا اليوم راح نحكي على موضوع هو موضوع السهر. السهر ومضار السهر. بالمناسبه الان العائله العراقيه كحاله تعاني من موضوع السهر، ما في نوم بسبب الفيس، تويتر، انستغرام، اليوتيوب، البوبجي، كل عوائلنا تقريبا الان في معاناه مع عم السهر ودينامون للساعه 4 و5، وهذه مشكله اللي دايبقى للساعه 4 والساعه 5. اضافه لسلبياتها احنا اكيد ناكد انه مواقع التواصل الاجتماعي مع النت امر ضروري جدا في حياتنا، ولكن لو عرفنا شلون نستخدمه. اما ما يحدث في عوائلنا هو الافراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الافراط في مشاهدة اليوتيوب، السهر البوبجي والسهر للصباح الباكر. بالمناسبة يعني هذا الموضوع مو موضوع لو قدرنا نتعمق به بكثير دهاليز، فهنالك قيم قد تتغير، هنالك مبادئ قد تصدر لنا احنا ما نعرفها، هناك كثير امور. ولكن اليوم في موضوعنا مع السيد علي على موضوع السهر وسلبياته من الناحية الصحية وتأثير على مزاج الفرد. فمثل ما نعرف انه السهر يأثر على مزاج الفرد، وبعدين نحكي على موضوع القيم الاجتماعية. خلينا نشوف السيد علي. سيد علي اليوم موضوع السهر مثل ما وعدنا الجمهور وتأثيره على الحالة الصحية. اليوم خلينا ناخذ موضوع الحالة الصحية. نعم استاذ هشام، ملخص بسيط ان شاء الله باذن الله. السهر يتلف لك خلايا الدماغ ويتلف الغدة الصنوبرية اللي هي سبحانه وتعالى الله خالقها بهذا المكان على ايد اليمين اللي تحت فوق الاذين. هذا اكو غده الله سبحانه وتعالى خلقها اسمها الغده الصنوبريه اللي هي حجمها ما يتجاوز كحبه الفاصوليه. هذا اذا كان الانسان 24 ساعه سهر ويكون اشعه اللابتوب ولا الموبايل على وجهه، هذا راح يتلف له خلايا الدماغ ويتلف له العصب البصري، ما يؤدي الى تلف خلايا الدماغ والمخيخ. يا استاذ اسامه هذا احنا درسناها في مصر، الساعه البيولوجيه في جسم الانسان. نعم هذا ناس راح تولد لك، راح تولد لك طاقه كهربائيه. هذا الإشعاع هذا تحت البنفسجية راح يدخل العين تعطي أمر للدماغ، الدماغ يعطي أمر للغدة الصنوبرية. شوفوا هسه اكتشف العلم في هذا الوقت أي إنسان ينام على جلوب أو أشعة يصير به سرطان، الخلايا السرطانية كلها تتلف خلايا الجسم. واللي اكتشفوا العلم الحالي هسه اللي ينام بأماكن يعني ظلمة يا أستاذ أسامة أو بعض النوع يعني من النور الضوء النور الخفيف الخفيف اللي هو الخفيف. الأحمر نعم ولا الأخضر. نعم نعم هذا ما يتعرض للخلايا السرطانية وما يتعرض لأمراض الكانسر. وأني بالنسبة لي إذا تدون أنصحكم انسوا هذا البوبجي وانسوا هاي الشغلات، آخر لي ساعتين بالنهار فقط، يعني مثل قيلولة من الثنتين إلى ثلاثة هنا راح يقل عندك هرمون السيتروجين. خليك بهذا الوقت على مود بعد الثلاثة تنام لك فتساعة أو نص ساعة راح تولد الخلايا تنشط هرمون السيتروجين في الدماغ ويصير دماغك ما شاء الله 10/10. حياك الله. إذا سيد علي هاي مضار السهر. نعم احنا لو حكينا على الموضوع كثير بتشعبات في قيم اجتماعية وكثير وعادات. نعم. وعادات، ولكن من الناحية الصحية انه يتلف للدماغ يا يعني عد يعني عد عندنا شبابنا اللي يسهرون للصبح يا سيدي يتلف خلايا الدماغ وخلايا العين. اذا